يواجه الحسين نظيره الوحدات عند 9:30 مساء على استاد الأمير محمد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لبطولة درع الاتحاد لكرة القدم. وستشهد المباراة غياب أكثر من 15 لاعبا بسبب تواجدهم حاليا مع منتخب النشامى، وسيكون الحسين أكثر تأثرا بذلك في ظل فقدانه 10 لاعبين أساسيين، فيما سيفتقد الوحدات نصفهم. ومع هذا تبقى المباراة بين بطل الدوري وبطل الكأس مذاقها الخاص. عبد الله العطار تلعب مباشرة وجول جول.